مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانيه. طول الوقت بنتابع حاله الجدل المثار عن اوجه الشبه والصور المتطابقه ما بين عارضه الازياء والممثله الاسبانيه جورجيانا رودريجيز زوجه اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الايطالي وكمان منتخب البرتغال، وما بين الممثله الشهيره ياسمين صبري. ويمكن يعني بيتوجه اللوم طول الوقت للفنانة ياسمين صبري، وبيتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور بتظهر تقليد ياسمين صبري لجورجيانا في المظهر والملابس. ده طبعا كما هو يعني مثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن ده يعني بيظهر في كم الصور المتطابقة، وبنعرض بعضها على حضراتكم الآن. يعني صور متطابقة بشكل كبير بين السيدتين، حتى نفس طريقة التصوير واللوك كمان أو المظهر العام. والحقيقة مش فاهمين ايه اللي ممكن يكون سبب وراء كل ذلك، او ليه الفنانة ياسمين صبري ممكن تكون بتعمل ده زي ده. يعني ده لو يعني سلمنا بصحة هذه المعلومة. طيب ليه بنتكلم عن القصة دي حاليا، او ايه السبب وراء فتح هذا الموضوع؟ الحقيقة انه خلال الساعات الماضية شفنا صفحة بيقال انها منسوبة لجورجيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالاخص موقع فيسبوك، او يعني بمعنى اصح صفحة مزيفة كانت منزلة صورة ليها ومكتوب عليها Be yourself not me، يعني كوني نفسك وليس انا. مش كده وبس، كمان كان معمول منشن لصفحة الفنانة ياسمين صبري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في المقابل الفنانة ياسمين صبري علقت بالفعل من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أيضا، وقالت على صورة جورجيانا، علقت عليها وقالت أنا لا أتنافس مع أي شخص. لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه أيضا كانت الفنانة ياسمين صبري خرجت منذ فترة وقالت أن هي ملهاش أي علاقة بهذه الصفحة، رغم أنها صفحة موثقة. وده يعني الجملة اللي كتبت على صفحة الفنانة ياسمين صبري وهي أنا لا أتنافس مع أي شخص، جت في إشارة منها نفت من خلالها أي محاولات لتقليدها. ولكن زي ما ذكرت مع حضراتكم أنه الصفحتين، سواء الصفحة الخاصة بجورجيانا أو صفحة ياسمين صبري، فالاتنين ممكن يكونوا وارد جدا يكونوا صفحات مزيفة، سواء النجمة ياسمين صبري أو كمان عارضة الأزياء جورجيانا ممكن يكون ملهمش أي علاقة بهذه الصفحات. خليني كمان أقول لحضراتكم أن البوست أو المنشور ده لاقى تفاعل واسع وكبير جدا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركته على نطاق كبير، والتعليق عليه كمان كان كبير جدا. وأنتم كيف ترون؟ شاركونا تعليقاتكم. هل هناك أي وجه شبه بين عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجيانا وبين الفنانة الشهيرة ياسمين صبري؟ سنتابع تعليقاتكم بالتأكيد، وبشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.